بيبان في الإمارات ما تتقفل أبداً. واضح إني أموم بزيادة لدرجة إني دخلت سيارتي. لو غيرك كان شحتني برا. كثير تجيني تعليقات يبغوني أصورها في مقطع خاص، إذا تبغون أبد اكتبوا في التعليقات. الساعة 12 في الليل وهذا ثاني بيت أشوفه مفتوح. نفس البيت لكن من جهة ثانية، بابين مفتوحين. حتى هنا بعد شوفوا، الشعب الإماراتي معروف بالكرم، وهذا ما صار إلا من الأمن والأمان اللي موجود في الإمارات. ما شاء الله عليكم يا الإماراتيين، هذا باب بعد مفتوح، هذا بعد، حتى الباب هذا، وهذا بعد باب، ما شاء الله تبارك الله. والأحياء هدوء، ما شاء الله تبارك الله. الباب اللي مدري كم صراحة، لا كذا كثير، لا 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 هذا ما عنده سور أصلا، باب على طول، باب على طول، أدخل كذا على طول. بسم الله عليكم، بسم الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله. شوف الباب هذا هو. وصح نسيت أقول لكم، تراهم يحبون السيارات مرة. الأستون مارتن الكلاسيك ما شاء الله، الكورفت وما أدراك ما الكورفت. السيارات في كل مكان حرفيا كلها كلاسيك. هنا الزبدة، والله يعيننا من المستخبي. تخيلوا إن الحين الساعة 3 الفجر، البيبان مفتوحة. بسم الله عليكم يا الإماراتيين، بسم الله عليكم. شوف الكلاسيك، يو هذا this one. هلا بالبنز، هلا والله، مرحبا. دقيقة، هذه السيارات ترى غالية، حتى سياراتهم من الأمن والأمان اللي موجود ما يخافون عليها. هذا بعد مفتوح، حرفيا الشوارع فاضية. يا أخي أحس الأطفال هم يربون أنفسهم بأنفسهم من كثر الأدب. وهذا شوفوا.